السلام عليكم. إن شاء الله راح نبلش نكمل أمثلة على موضوع المومنتم إيكويشن. نبلش بهذا السؤال. هذا السؤال بحكي لي في عندي let's get shown below 40 جرام روكت، يعني في عندي كتلة صاروخ ماس إله 40 جرام، يعني 40 على 1000، لأنه إحنا لازم وحدة الماس تكون بالكيلو جرام، فهي بتكون 0.04 كيلو جرام. هذا النظام a rocket of the type is used for model rocketry. هذا بس بدي أعمل موديل لصاروخ الصاروخ. المهم إذا الموتور الماتور له ديميتر 1 سنتي، يعني دي تساوي 0.100 0.01 متر. السرعة اللي خارجة من النظام هيها تحت هي دي بتساوي 450 متر كل سكند. وقال لي إذا الرو تساوي نص كيلوغرام لكل متر مكعب، يحسب الفورس البيم. يعني أنا هسه هذا الصاروخ الصاروخ هو عبارة عن صاروخ كيبل، الكيبل هو بيم زي ما كنت لي فرق بيم هيك صاروخ. وصل عندي صاروخ قاعد بيطلع لفوق، بالتالي هون راح يصير في عندي قص، فبالتالي زي الشير يعني، بالتالي في عندي فورس زي هيك. هذا الصاروخ عندي، تخيل انا عندي انه هون فورس لتحت، هاي قوة الفورس للبيم تحت. طالب مني هاي. انا فرضت انه الفورس هسه، انا شو بدي اعمل؟ بدي اعمل كنترول فوليوم او فري بادي دايجرام للصاروخ، هو اللي فيه خصائص السرعة للرو المومنتم ايكويشن. ما راح اقدر اطبق المومنتم ايكويشن على البيم لأنه ما في أي شيء أقدر أوجده من خلاله. شو بعمل؟ أوجد هذا الصاروخ، أعمل له فري بادي دايجرام. طيب كيف بشتغل؟ أول شيء بكتب معادلة المومنتم إيكويشن، بحكي MN، بحكي MN VN زائد مجموع F sum of F تساوي M out V out. شو بفصل القانون، أحكي رو V رو ضرب of Q بعد sum of F تساوي رو في Q رو في V في V رو في رو Q ضرب V. نعم نفصلها بالزيادة، رو ضرب area V ضرب V يعني V تربيع بعد sum of F تساوي رو ضرب area في تربيع. نعم هسه شو بنعمل؟ نيجي نحكي كالتالي، انا النظام عندي في شيء بدخل فيه، اكلا هذا الصاروخ قاعد بنطلق وبكب الهواء او الوقود تبعه لتحت، ما عندي شيء بدخل. ام اوف اف شو عندي انا فورس؟ راح تقولي في عندي قوة وزن لتحت وقوة البيم اللي انا فرضتها لتحت، فبحكي سالب فورس سالب الكتلة سالب الوزن. الوزن كم؟ هو ام في جي، كم الكتلة؟ 40 جرام، يعني 40 9 8 1 تساوي انا رو في A في V تربيع، كم الرو؟ نص، وكم الـ A؟ باي 4 في 1 100 تربيع. رو في السرعة، كم السرعة؟ السرعة لتحت ايش بحط؟ سالب 450 تربيع. كل مدخول عندي طلع معي قيمة F، طلعت معي قيمة F. واحنا هيك فرضنا وزن لتحت فورس لتحت، عملنا لها كنترول فوليوم سالب سالب W سالب في A في V تربيع، سالب انه هاي لتحت ما في عندي N لانه ما في اي شيء بدخل النظام، بالعكس المي بتخرج من النظام او السائل. سالب F سالب O4 7.81 سالب نصف 400 تربيع، لاش انه لما نطبق O في A في V بنحكي تربيع مع الفورس موجبة، يعني أنا زي ما أنا فارض الفورس على البيم بتكون فوق. تمام يلا نحل هذا المثال. المثال بيقول لي shown in the sketch concrete flow، أنا عندي هون قبل concrete مش مي، هاي concrete stream of a concrete has density 150 pound mass لكل في تكليب، يعني معطيني الرو. تمام an area of 1 في التربيع، يعطيني الاريا
معطيني الرو، معطيني الاريا، ومعطيني الفي. زي اللي بقول لك انا معطيك ام ان بي ان. ويت اوف ذا كار كونكريت 800، معطيني وزن كونكريت، وزن العرباني هو 800. تقول لي ديترمان تنشن ان ذا كيبل، عندي هون كيبل ذا ويت ريكوردد باي ذا سكيل، يعني بده قيمة الميزان قديش وزن هذا ميزان، يعني بده زي اللي بحكي بده النورمال فورس. تمام، بده النورمال فورس. تمام، اليوم ستدي فلو. طبعا هكذا بنقرأ ستدي فلو. تمام، شو بعمل انا؟ بفرض قوة. طبعا انا شو بدي اعمل؟ بدي اعمل كنترول فوليوم الكونكريت هذا الاشي للوعاء. في عندي انا هذا التنشن فورس طلع من الجسم زي هيك. تمام، هاي تنشن فورس سميتها تي. شو بحكي عندي؟ وزن الكونكريت لتحت، عندي النورمال فورس اللي هي الرياكشن تبعت الميدان لفوق. تمام، بخصوص السرعات في عندي سرعة زي هيك، ما في اشي بخرج. تمام، كمان همايلة بتتحلل زي هيك، بتتحلل. بالتالي سرعة داخل اليمين وسرعة داخل تحت. بالتالي كونه في عندي ميلان بدي اشتغل على ايش؟ x component y component. ام ان اي ان القانون الاساسي زائد مجموع مع الاكس، المجموع في اكس يساوي ام ارك اي ارك. انا عليك بس في شيء خارج لك؟ لا، لو قاعد بالوعاء هاي صفر. مجموع في اكس، شوف عندي قوى الاكس، والله عندي تنشن فورس لليسار سالب يساوي صفر. عندي الام ان في ان اكس، الام ايش؟ رو اي في ربيع. بس ايش المايل؟ انا عندي مايل زي هيك، بدي على الاكس كومبوننت لليمين، يعني بحكي الزاوية 60 زاوية قريبة مع الاكس، فبالتالي كوساين 60. تمام، الاريا معطيني اياها 1، الفيلوسيتي معطيني اياها 10، نهاية عشرة تربيع. للرو، رو هي 150 باوند، هاي مش باوند ام، هاي باوند فورس. ترى هاي غلط بالجزئية، باوند فورس لازم احولها، لازم احولها، فهاي بتسمها على 32.2. هاي 150 معطيني اياها جاما. تمام، معطيني اياها جاما، لكن 150 32.2 احول، بس عشان احول، مش عشان احول، اعرف انه الجاما تساوي رو في جي. معطيني الجاما 150، الرو بدي اياها في نظام الباوند في 32. عملت طلع قيمة رو 150 على 32.2، عندي التنشن فورس مجهول، بحسبها. هاي ها سالب تي تساوي، انا بدي اياك كنت احل هذا القانون هو نفسه، بس لا انا انك تحل عن القانون اللي بحكي بالفيديو. سالب ليش؟ ليه سالب من القانون؟ هاي صفر، ما في شيء بخرج. سالب رو، رو 150 على 32.2، الاريا 1، والفي هي 10 تربيع، اما يقيم التنشن فورس. الفرق الثاني من السؤال قال لك اوجد الوزن خاص من الميزان، يعني بدي اوجد قيمة الرياكشن كولر. هذا شو بحكي انا؟ بحكي واي كومبوننت، بحكي كالتالي نفس القانون، رو في اي في تربيع X على Y قصدي، زائد مجموع F تساوي رو في A في تربيع. ما في اشي بخرج؟ لا، اشي بدخل؟ بدخل ايش؟ بزاوية 60، بحكي ساين 60. بدخل كيف؟ لتحت، فبحكي سالب رو مثل اشي 150 على 32.2 ضرب 1 ضرب 10 تربيع. مجموع ال F، شو مجموع ال F؟ في عندي نورمال فوق لفوق، نورمال فورس لفوق، وعندي وزن لتحت. كم الوزن معطيني اياه؟ 800 يساوي صفر. شو المجهول عندي؟ نورمال فورس معي حل. سيجما اوف واي مجموع اللي خارج ناقص الداخل، الخارج كم؟ صفر. داخل سالب رو في اي في تربيع، سالب من برا من القانون دبليو 800 ثاني 60 150، بيطلع معي الوزن 1200. تمام، حتى انتقل لهذا الموضوع. الموضوع بيحكي لي لو عندي الصفيحة
شو عندي هاي الصفيحة؟ بقول لي في عندي مي زي هيك من هون بتخرج من هون، حسب هاي الحالة المي اللي بتخرج من هون بس المي اللي بتخرج من هون. يعني أنا ما بطبق معادلة المومنتم على الواي، لا بطبقها فقط على الإكس. شو بحكي؟ المي اللي داخلة بتساوي اللي خارج، فيش إشي خارج على الإكس. شو بحكي؟ mn vn زائد مجموع x تساوي صفر، ما عندي اشي بيخرج. رو a في تربيع زائد مجموع x تساوي صفر، بطلع قيمة ايش؟ بطلع قيمة f. بس بخصوص ال f احنا هون دائما المي بتضرب هيك، في عندي رياكشن زي هيك، يعني المكان ما في مي في رياكشن فورس مت رياكشن اف ار مثلا نسميها، وهنا مي بتدخل. بس الفورس اللي بتضربها المي على الصفيحه نسميها فورس جيت اون فامب، نسميها الفورس اللي بتضرب دائما المي مكان ما في مي من الصفيحه. هاي المي انا عندي هيك فايته زي هي الفورس المأثرة فيها المي على الصفيحه نسميها جيت اون فان، وكلمه جيت يعني مي وسائل بتحرك اون فان. قيمه الرياكشن هاي فورس الرياكشن بنسميها فورس فان اون جت، بنسميها دائما اون فان هي نفسها فان اون جت، شو عكس بعض. هون بحكي بنفس الطريقه، لو انت عندك اي زاويه هيك مثلا عندي بخرج على الواي نفس اللي بخرج على الواي، بالتالي انا الفورس فان بتكون زي هيك مايله، تتحلل كوساين وساين. فورس فان انجت بتكون زي هيك، ممكن تتحلل ممكن كله يتحلل. فبالتالي بكون قانون سالب رو في فيون تربيع كوساين ثيتا. طب اذا عندك اكس وواي بتطلع القوه المحصله وتوالف التحليل يعني التراكتر. تمام، نخلي الامثله على هذا الموضوع لحال، ونحل الأمثلة اللي ظلت إن شاء الله في الفيديو الجاي. يعطيكم العافية.